السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم على الـ water treatment اللي بتحصل في محطات الكهرباء، وحاجة اسمها total dissolved solids وإيه تأثيراتها على الـ power plant، ويعني بنحلها ازاي عن طريق الـ blow down system، وازاي بنقدر نحسب الـ calculation، وازاي بنقدر نعمل الـ calculations بتاعت الـ blow down. احنا ليه بنعمل او ليه بيظهر موضوع الووتر تريتمنت ده في محطات الكهرباء؟ اول حاجه عشان نقلل تكوين الاملاح والسوليدز جوه الميه، وبالتالي بنقلل الكروجنز اللي بيحصل في البايبس والتيوبس بتاعه البويلر، وفي نفس الوقت بنحسن الثيرمال افشنسي بتاعه الميه، وبتتحول لستيم بانرجي ثيرمال انرجي اقل. بنبروتكت اجينست الايه الحاجات الاملاح اللي هي اللي ديزولفد جوه الميه، مش بقى مش الانديزولفد، لا ديزولفد جوه الميه، واللي هي بتتقاس عن طريق ان احنا بنقيس الكوندكتيفيتي بتاعه الميه، وبالتالي بنقدر نقلل الفومنج والايه حاجه اسمها البرايمنج، وده هيبان في فيديو جاي لمشاكل الايه التي دي اس. وطبعا عندنا لو السوليدز والحاجات دي كلها فضلت في الاستيم، فبالتالي ده هيأثر على الكواليتي بتاعت الاستيم، ومنه هيأثر على التربين، يقلل اللايف تايم بتاعها نتيجة ان يبقى في شوائب موجودة في المية، فبتعمل كوروجن في البليدز بتاعت التربينة. وفي نفس الوقت الثيرمال افشنسي بتاعت الاستيم بتبقى ايه، بتبقى قليل. ليه بنعمل برضو كيميكال تريتمنت؟ عشان نقدر نقلل الحامضية بتاعت المية، تمام، واللي هي بتتقاس عن طريق البي اتش، تمام. ليه بنعمل كده؟ عشان برضو نمنع الكروجن بتاع الايه بتاع التيوبس والايه والبايبس بتاعه البويلر، واي سكه الميه ماشيه فيها. الكلام ده بقى بيحصل عن طريق كيميكال اديتيفز، بنحط او كيميكال دوزنج، بنضيف كيميكال ماتيريالز على الميه عشان نقدر نتخلص من الحاجات دي كلها، وبالتالي نحسن الكواليتي بتاعه الميه، وما نعملش مشاكل جوه الووتر سايكل والستيم سايكل جوه الباور بلانت بتاعتنا. هايفر ان نتيجة اضافة الكيميكال ماتيريالز دي بيتولد عنها مجموعة من الايه من الديزولفد سوليدز اللي بتبقى موجودة جوه الايه جوه المية، تمام، اللي هو كاتب هنا الايه الكونسنتريشن بتاعتها بتاعت الامبيورتيز دي، بيسموها حاجة اسمها توتال ديزولفد سوليد الايه التي دي اس. طب ايه مشكلة ان الايه الامبيورتيز دي تفضل موجودة جوه البويلر؟ أولا بيبقى ليها تربل إفكت على كمية الهيت اللي أنت محتاجها عشان خاطر تقدر تحول المية لستيم. تاني حاجة الباقي بتاعها بيعمل طبقة على التيوب على التيوبس بتاعة البويلر وعلى الدرام، وبالتالي بيأثر على الثيرمال إفيشنسي، وممكن كمان يعمل نقط معينة جوه الجسم بتاع البايبس أو الدرام بتاع يحصل فيها اوفر هيتنج، ويحصل ديستروينج للأجزاء دي. وفي نفس الوقت برضو إن الشوائب دي ولو تركيز الديزولفد سوليدز دي زايد عن حده ممكن يطلع مع الستيم ويخش على التوربين. وفي فيديو ظريف هنشوفه بيقصر بيقول لك أو بيوضح ازاي ان وجود الـ dissolved solids دي جوه المية بيأثر على الـ behavior بتاع الـ bubbles بتاع الـ steam جوه الـ drum، وبالتالي بيخلي زي فيها طبقة كده من الفوم، واللي ده بيؤدي ان بيخليك ان انت يبقى عندك incorrect او inaccurate drum level measurement. ازاي بقى نقدر نتخلص من الشوائب دي اللي هتفضل موجودة جوه الـ drum بتاعة البويلر؟ عن طريق حاجة اسمها البلو داون. البلو داون سيستم هو عبارة عن مخرج من الدرام بتاعة البويلر من تحت، عشان وعليه كنترول فولف. الكنترول فولف ده لما بيفتح بينزل الايه ديزولفد سوليدز دي او السوليدز اللي هتتبقى جوه الدرام، ويرميها فين؟ ويرميها في البلو داون سيستم في مصرف الايه مصرف المياه اللي مرتبط بالمحطة. وطبعا درجة حرارتها طبعا بتبقى عالية، وبالتالي بتحتاج نظام للتبريد قبل ما بتخرج للانفايرمنت، يعني تتأسس المحطة وكده، بتحتاج فند من البنك. هنلاقي البنك بيطلب منها تعمل حاجة اسمها environmental impact assessment. جزء منه ال environmental impact assessment ده ان المية اللي خارجة من المحطة
ما تضرش البيئة اللي حواليها، سواء مواسير الصرف بتاعة الحكومة، سواء لو المياه دي بتترمي في بحر أو في نهر أو غيره، ما تضرش الإيه الثروة السمكية اللي موجودة في المسطحات المائية دي. في السمول بويلر، في البويلرز الصغيرة، هنلاقي إن في عملية التحكم في الفالف بتاع البلو داون ده بتتم إيه مانيوالي وبريودك، يعني مثلا كل 5 دقايق نفتح الفالف ننزل شوية إيه تي دي اس نرميهم في الشارع، نقفل الفالف كل شوية نفتح الفالف ننزل شوية تي دي اس ونقفل إيه الفالف. لكن في البويلرز الكبيرة تمام، الفالف بيتم التحكم فيه أوتوماتيكالي عن طريق يا يعني بيبقى عن طريق نسبة من كمية الفيد ووتر اللي داخلة، يعني مثلا بقول أنا عندي مثلا 30 كيلو جرام بر أور داخل مثلا كمية مية للدرام، فأنا بالتالي البلو داون هيبقى بيفتح بالمعدل الفلاني تمام. وفي سيستم تاني طبعا أدق، عن طريق إن هو ياخد إيه يقيس نسبة الكوندكتيفيتي بتاعة المية جوه الدرام، وأكوردنجلي الكوندكتيفيتي بتاعة المية دي يبتدي يتحكم في الأوبننج بتاعة البلو داون. وطبعا دي مور اكيوريت. ليه مور اكيوريت؟ لان انا لو فتحت، لو انا في العادي، لو انا مخلي البلو داون ده شغال بريوديكالي، انا ممكن افتح الفالف في اوقات تمام ما يكونش فيه تي دي اس بنسبه كبيره جوه الميه، وبالتالي بفقد ميه اوريدي درجه حرارتها عاليه يعني متسخنه، يعني مصروف عليها كميه من الانرجي، وبالتالي ببتدي اخرجها في البلو داون سيستم من غير ما يكون انا محتاج اعمل بلو داون. يبقى احسن حاجه ان انا اقيس الكوندكتيفيتي انالوج، وعن طريق الانالوج سيجنال دي احطها على بي اي دي كنترولر يتحكم لي في البلو داون فالف، وفتحه الفالف دي لا هتبقى وفتحه الفالف دي تعتمد على كميه الكوندكتيفيتي بتاعه الميه اللي موجوده جوه الدرام. هنا دي طريقه حساب البلو داون كالكوليشن. خلينا نقول كده بمنتهى البساطة، أنا عندي كمية الستيم، كمية الستيم اللي خارجة دي هتيجي منين؟ عبارة عن كمية المية الإيه؟ اللي داخلة. بس خلي بالك إن كمية المية اللي داخلة دي في جزء منها هيروح في البلو داون، يبقى معنى كده إن كمية المية اللي داخلة في الأساس لازم تديني كمية الستيم المطلوبة، وتبقى تعوض لي كمية المية اللي هتفقد في البلو داون. وهنا نيجي لحاجة تانية اسمها بريزرفيشن سيستم. ده بيقول ان هو لما الباور بلانت بتاعت بتفضل اوت اوف سيرفيس لمده زمنيه مثلا طويله 4 5 شهور نتيجه سيرفيس او نتيجه اي حاجه او نتيجه توزيع احمال ما بين المحطات او اي حاجه من الحاجات دي، فبالتالي بيبقى فيه شوائب بتبقى موجوده جوه البايبس بتاعه المحطه دي، فلازم نعمل حاجه عشان نتخلص منها قبل ما ندخل الايه المحطه في الخدمه. طيب احنا كده السلايدز اللي فاتت كانت بتتكلم على الووتر تريتمنت اللي هي في الدايره المقفوله بتاعتنا بتاعت الباور بلانت، اللي هي الميه اللي بتتحول لستيم وترجع بالكوندنسر وهكذا. لكن في سورسز تانية للويست جوه الباور بلانت في الميه برضو، وبيتم لها برضو ايه بيعملوا لها نوع من انواع التريتمنت. الكلام ده زي الميه اللي بتستخدم في التبريد جوه الكوندنسر، وبرضو الويست ووتر او الميه اللي هي اللي خارجه اللي هي مستخدمة في السيرفيسز زي مثلا تبريد البامبس. زي ما هنيجي نتكلم قدام عن السوب بلور، السوب بلور ده بيعمل تنظيف للتيوبس بتاعة البويلر عن طريق الستيم، ففي الآخر دي هتبقى مية نازلة رايحة للمصارف بتاعة الحكومة مليانة مجموعة من الشوائف، فلازم نعمل لها عملية تريتمنت قبل ما تخرج للانفايرمنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.